اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده عبر السكايب هيكون معانا ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي واحد الزملاء الاعلاميين اللي موجودين في كاس العالم للانديه من ارض المونديال. عامل تغطيه مميزه جدا على مدار الساعه، كل يوم معاه جديد وكل ساعه فيه جديد. طيب نروح بسرعه ليه مع الزميل العزيز الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجزار. محمد ازيك، اخبارك ايه؟ وعايز اطمن من خلالك طبعا على ردود الافعال بعد مباراة الأمس بين الأهلي وبايرن ميونخ، والجديد على لديك النهاردة بالنسبة للأخبار المتعلقة بكأس العالم للأندية. أهلا بيك محمد، وأهلا بكل الأهلاوية، وأهلا بكل متابعي شاشة البيت الكبير قناة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحمد لله، الحمد لله على الأداء، والحمد لله على الصورة اللي ظهر بها الفريق في مباراة البايرن. إن شاء الله نتطلع للأفضل ونتطلع لتقديم صورة أجمل وأزهى في مباراة إن شاء الله فريق بالميراس البرازيلي في مباراة الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. يمكن بالنسبة للأجواء النهاردة مستر موسيماني قرر أنه يمنح اللعيبة راحة سلبية من التدريب، والفريق بكرة هيخد تدريب وحيد بس، هيكون هو التدريب الرئيسي والتدريب الأخير استعدادا لفريق بالميراس، حتى تجنبا لمسألة الإرهاق في ظل ضغط المباريات كل 3-4 أيام تقريبا. كان في مباراة في بطولة كأس العالم للأندية نظرا لجدول البطولة الضيق من 4 فبراير لحد 11، فإن شاء الله اللعيبة تكون جاهزة ويبقى في استشفاء كافي ليها أنها تكون جاهزة للمباراة بإذن الله. وثقتنا كبيرة دايما في لعيبة الأهلي وفي نجومه وفي كل اللي يكون موجود في الملعب، أي 11 راجل يكونوا في الملعب إن شاء الله دايما ثقتنا كده فيهم. حتى قبل مباراة البايرن قلنا نفس الكلام، ما توفقناش وربنا ما كرمناش بنتيجة إيجابية إن احنا نتأهل للمباراة النهائية، لكن برضو ستظل هذه الثقة، وأنا بتمنى من كل جمهور النادي الأهلي إن دايما الثقة دي تكون موجودة في لعيبة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وتدعمهم بكل قوة مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف المحيطة، لأن في أحداث تانية وفي بطولات تانية جاية، الفريق محتاج السبورت، محتاج دايما أقوى دعم ليه. هنرجع مرة تانية للبطولات المحلية وبعد كده في سوبر أفريقي، ونبدأ بقى التفكير في حلم العشرة محمد. تمام. مش بعيد علينا إن شاء الله. طيب محمد، انت كنت قريب من المشهد امبارح في ملعب المباراه، ملعب احمد بن علي في استاد نادي الريان. عايز اعرف ردود افعال الجماهير، انت كنت قريب جدا من الجمهور امبارح قبل المباراه وبعد المباراه. النهارده كان في مؤتمر صحفي لاساطير كره القدم العالميه تحت اشراف الفيفا، واتكلموا على مشاركه الاهلي والاشاده بجمهور النادي الاهلي. ابرز هذه الاخبار والمشاهدات اللي انت شفتها، يعني ابرز الكواليس اللي انت شفتها في كاس العالم للانديه. يمكن بالفعل مؤتمر الاساطير حضروا النجم كاكا وخفير ماسكيرانو وايضا جوليو سيزر الحارس البرازيلي العملاق، معظم عدد كتير جدا او كلام كتير جدا للاساطير عن مشاركه النادي الاهلي في البطوله، والتاكيد على ان النادي الاهلي استحق التواجد هنا. لازم الناس تبقى مؤمنه والناس تبقى عندها فكره ان الاهلي وجوده هنا ده في حد انتصاره كان انجاز كبير جدا ونجاح كبير جدا للنادي الاهلي. كان عندنا على فكره النهارده كمان يا محمد زي مائده مستديره مع الكابتن وائل جمعه ومحمد سعدون الكواري الاعلامي الكبير، فسالنا والكابتن وائل جمعه فقال ان دي بطوله، ده تكريم، دي مكافاه للاعيبه النادي الاهلي ودي مكافاه لكل انديه القارات اللي موجوده في البطوله دي على الجهد اللي هم بذلوه في بطولات القارات بتاعتهم، فهنا موجودين، دي بطوله تسويقيه ودي بطوله ترويجيه بيشكر بيها الفيفا الفرق دي على النجاحات اللي اكدها. وارجع لك تاني لمؤتمر الاساطير لما كاكا يقول ان الاهلي فريق كبير والاهلي استحق التواجد بجداره في بطوله كاس العالم للانديه، يشيدوا بالجماهير المصريه اللي الحقيقه رسمت صوره جميله جدا وساهمت في اظهار البطوله بشكل عام، مش صوره النادي الاهلي بس، لا البطوله كلها طالعه بشكل كويس من خلال جمهور النادي الاهلي اللي عمل حاله جميله جدا في المدرجات. جمهور النادي الاهلي عايز اقول لك بعد المباراه المشهد كان جميل جدا، تعال اقول له لعيب الاهلي يجوا كله يعني نادوا على اللعيبه شجعوهم، خلاص مباراه وخلصت، المباراه انتهت، خلونا نبدا صفحه جديده، خلونا نركز في اللي جاي. لعيبه النادي الاهلي اللقطه الجميله سجدوا لربنا سبحانه وتعالى شكرا على اللي قدموه في المباراه. صحيح كنا بنتمنى وبنامل احسن من كده عشرات المرات. تمام. لان دايما ثقتنا ورؤيتنا للعيبه النادي الاهلي ان عندهم اضعاف اللي ظهروا بيه في الشوط الثاني من مباراه البايرن، لكن خلاص زي ما قلت لك مباراه اصبحت من الماضي، قدامنا دلوقتي معركه حقيقيه ومباراه قويه امام الفريق البرازيلي بطل الكوبا ليبرتادورس.
ان شاء الله باذن الله برضو الجماهير تفضل تساند الفريق بإذن الله. وتدعمه في المباراه دي مهما برضو كانت النتيجه. عايز اكد على النقطه دي، افتكروا 2005 الفريق خسر من اتحاد جده السعودي وما عملش نتائج، 2006 راح وجاب بطوله رجع افريقيا وجاب بالبرونزية. لنا الميداليه البرونزيه. مظبوط. فليه لا؟ طيب. السيناريو ده انا اقول للاعيبه من دلوقتي انا عايز بطوله افريقيا العاشره السنه دي ان شاء الله، وعايز اشوفكم في بطوله كاس العالم للانديه اللي جايه، وعايز كاس السوبر الافريقي، وعايز الدوري، وعايز استمرار السيطره على البطولات المحليه. باذن الله وانتوا قد محمد. ده، والاهلي يقدر. هو ده الترند يا محمد. طيب. الاهلي يقدر دائما وابدا. عندي سؤال مهم جدا في الجزء الاخير من اللقاء معاك يا محمد، متعلق بال 48 ساعه اللي جايه، كواليس الاربع فرق، الاستعداد لمراسم التتويج يوم الخميس الثالث والرابع والفاينل ما بين اونالتي جريس المكسيكي مع بايرن ميونخ الالماني، قواعد التنظيم كمان في مساله مراسم تسليم الميداليات، والجديد عندك في هذا الامر خاصه ان قواعد التنظيم انا عارف الفيفا بتطبقها بحذافيرها حتى لو في اي فريق بيخالف ما فيهاش هزار في هذا الامر، كواليس هذا الامر بالنسبه لك والجديد في اليوم الختامي. اليوم الختامي ان شاء الله يوم الخميس 11 فبراير، المباراتين هيكونوا على استاد المدينه التعليميه، المباراه الاولى تحديد المركزين الثالث والرابع الاهلي وبالميراس البرازيلي هتكون 5 بتوقيت الدوحه، بعدها ان شاء الله بثلاث ساعات المباراه النهائيه ما بين فريق التجرس المكسيكي وفريق بايرن ميونخ الالماني، وهتكون الساعه 8 مساء ان شاء الله برضو على نفس الملعب، هتكون الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. المباراتين هيتم نقلهم انا اتاكدت النهارده على القنوات المفتوحه لبين سبورتس، فان شاء الله باذن الله نستمتع باجواء كويسه. وبالنسبه للامور التنظيميه الحقيقه لسه لحد دلوقتي انا ما اتاكدتش من كل تفاصيل وكل الامور المحيطه بالعمليه التنظيميه اللي هتكون موجوده يوم المباراه باذن الله النهائيه، فمش هقدر برضو اجزم ولا اقول حاجه دلوقتي، لسه ما اتضحتش الصوره بالنسبه لي فيها ان شاء الله. أكيد. زميلي العزيز والناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجزار، أنا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات، تنورتنا وشرفتنا وكنا سعداء بالتأكيد من خلال مشاركتك معنا عبر كأس العالم للأندية وكل التفاصيل والأخبار الحصرية من خلالك خلال هذه البطولة. طيب لسه عندنا تفاصيل أكتر ولسه عندنا موضوعات مهمة، لكن كل ده بعد الفصل.